السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، طبتم وطاب يومكم. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. إذن أعزائي، اليوم سأقدم لكم درسا في مادة التربية الإسلامية، مدخل تزكية قرآن كريم، الحصة الأولى والثانية، المستوى الثالث ابتدائي، إعداد وتقديم الأستاذة سلوى. عنوان درسنا هو سورة الإنسان من الآية 11 إلى الآية 22. إذن أعزائي، سنكمل على سورة الإنسان. كنا قد درسنا الجزء الأول، وإن شاء الله في هذه الحصة سنقوم بدراسة الجزء الثاني. إذن قبل أن نبدأ، لابد أن أذكركم بالأهداف المراد تحقيقها: أن أرتل الآيات وأتعرف معانيها وأحفظها، أن أعلم أن نعيم الآخرة لا يشبهه نعيم الدنيا، أن أعبر عن تجملي بقيمة الصبر. إذن أعزائي، لا بأس أن أذكركم بسورة الإنسان. قلنا في الحصة السالفة بأن سورة الإنسان مدنية، لأنها نزلت بالمدينة المنورة، وعدد آياتها 31 آية، نزلت بعد سورة الرحمن، وهي توجد في الجزء 29، الحزب 58. أما سبب التسمية، فسميت سورة الإنسان بهذا الاسم لغالبية أحوال الإنسان فيها منذ النشأة والتدرج معه، سواء في النعيم أو العذاب. وسميت أيضا هل أتى على الإنسان، وكذلك الإنسان والدهر والأبرار. إذن هذه كلها أسماء لسورة الإنسان. إذن أعزائي، في الحصة الفارطة تحدث الجزء الأول عن خلق الله للإنسان من نطفة، ووهبه نعمتي السمع والبصر ليختبره أيكون شاكرا أو كافرا، كما تحدثت عن جزاء كل من الكفار والأبرار، حيث أعد للكفار سلاسلا وسعيرا، والأبرار أعد لهم جنة ونعيما. واليوم أعزائي سنتعرف على الجزء الثاني. إذن تابعوا معي. قبل أن أبدأ، لابد أن نقرأ هذا التساؤل: أنعم الله على عباده في الدنيا بنعم لا تعد، وسينعم على أهل الجنة بنعم أفضل من نعم الدنيا، فما الذي يميز نعيم الجنة عن نعيم الدنيا؟ إذن أعزائي، سنحاول أن نجيب عن هذا التساؤل بعد تلاوتنا لسورة الإنسان الجزء الثاني وشرح معانيها. إذن أعزائي، خذوا كتب التربية الإسلامية الصفحة 63 وتابعوا مع قراءة هذا المقرئ. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا من
محطة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم. إذن أعزائي، بعدما استمعنا لهذه التلاوة العطرة من سورة الإنسان من الآية 11 إلى الآية 22، حاولوا بدوركم أن ترتلوا هذه الآيات مرات عديدة محاكين بذلك تلاوة المقرئ. إذن أعزائي، الآن سننتقل إلى شرح وتفسير معاني هذه الآيات. إذن قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ومعنى هذه الآية أن الله وقى المؤمنين شدائد يوم القيامة وأعطاهم حسنا ونورا في وجوههم وبهجة وفرحة في قلوبهم. كذلك قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أي أتابهم بصبرهم في الدنيا على الطاعة جنة عظيمة يأكلون منها ما شاءوا ويلبسون فيها الحرير الناعم. كذلك قال الله تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إذن أعزائي، المؤمنون في الجنة سيكونون متكئين على الأرائك، وهي الكنبات، على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي متكئين على، قلنا، على الأسرة المزينة والكنبات المزينة بفاخر الثياب والسطور، لا يرون حر شمس ولا شدة برد. كذلك قال الله تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا. قلنا بأن أهل الجنة ستكون أشجار الجنة قريبة منهم مضللة عليهم وسهل لهم أخذ ثمارها تسهيلا. كذلك قال الله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، أي يدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضية وأكواب الشراب من الزجاج. كذلك قال: قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي المقصود بالقوارير وهي الزجاج من فضة، القارورة المصنوعة من الزجاج، ده زجاج من فضة قدرها السقاة على مقدار ما يشتهي الشاربون لا يزيد ولا ينقص. كذلك قال الله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسا مملوءة خمرا مزجت بالزنجبيل. كذلك انتقل ليقول: عينا فيها تسمى سلسبيلا،
المؤمنون والأبرار سيشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلة لسلامة شرابها وسهولته وطيبه. كذلك قال الله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساوير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي يعلو ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر وظاهرها من الحرير الغليظ، ويحلون من الحلي بأساوير من الفضة، وسقاهم ربهم فوق ذلك النعيم شرابا طهورا، أي طاهرا خاليا من الدنس. كذلك ختم الله هذا الجزء بقوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله سبحانه وتعالى يقول للأبرار المؤمنين: إن هذا أعد لكم مقابل أعمالكم الصالحة، وكان عملكم في الدنيا عند الله مرضيا مقبولا. إذن أعزائي، قلنا هذا الجزء يتحدث عن النعيم الذي أعده الله للمؤمنين الأبرار نتيجة صبرهم وقيامهم بالأعمال الصالحة. إذن أعزائي، بعدما تعرفنا على معاني هذه الآيات، الآن سنحاول أن نجيب عن التساؤل الذي افتتحنا به حصتنا. إذا قلنا بأن الله أنعم على عباده في الدنيا بنعيم لا بنعم لا تعد، وسينعم على أهل الجنة بنعم أفضل من نعم الدنيا، فما الذي يميز نعيم الجنة عن نعيم الدنيا؟ إذن أعزائي، الذي يميز نعيم الجنة عن نعيم الدنيا، نعيم الدنيا زائل ومنقطع، أما نعيم الآخرة فهو دائم ومقيم. إذن أعزائي، الآن سنحاول أن نجيب على بعض الأنشطة المرافقة لهذا الجزء. إذن خذوا صفحة 64 وتابعوا معي. أستخرج من الآية 12 خلقا جميلا استحق به المؤمنون رحمة الله ودخول الجنة. إذن أعزائي، ارجعوا إلى الآية 12 واستخرجوا هذا الخلق الذي استحق به المؤمنون رحمة الله ودخول الجنة. جيد. إذن الخلق الجميل الذي استحق به المؤمنون رحمة الله ودخول الجنة هو الصبر، هذا الخلق العظيم الذي يتحلى به الأخيار والصالحون. كذلك أذكروا للأعمال التي أستعين على أدائها بالصبر. إذن هناك أعزائي مجموعة من الأعمال التي تحتاج إلى الصبر في أدائها، أذكروا لي بعضها. جيد. إذن من الأعمال الصالحة التي أستعين على أدائها بالصبر الصلاة في وقتها. إذن لا شك بأن الصلاة تحتاج إلى صبر حتى يؤديها المؤمن بخشوع وفي أوقاتها المحددة. كذلك الزكاة، فالإنسان يحتاج إلى صبر لكي يؤدي الزكاة ويخرج من ماله نصيبا للفقراء والمحتاجين. كذلك صوم رمضان، فالإنسان لا بد له من الصبر حتى الصبر على الجوع والعطش لينال رضا الله. كذلك الحج، فيه مشقة عندما يسافر الإنسان ويترك أهله وديارته ليحج بيت الله الحرم. إذن أعزائي، هذه كلها أعمال تحتاج إلى صبر في أدائها. الآن أصل بخط نعيم الدنيا ونعيم الآخرة: نعيم دائم، نعيم منقطع، نعيم زائل. إذا نعيم الدنيا كيف هو؟
هل هو دائم؟ هل هو منقطع؟ هل هو زائل؟ أحسنتم، إذن نعيم الدنيا نعيم منقطع، كذلك نعيم الدنيا نعيم زائل، أما نعيم الآخرة فهو نعيم دائم. رابعا، أوضح ما استفدته لأعبر شفهيا عن المعنى الإجمالي للآيات مستعينا بما يلي: نعيم الآخرة الصبر خلق. إذن أعزائي حاولوا أن تكملوا نعيم الآخرة كيف هو؟ جيد، إذن نعيم الآخرة دائم وغير منقطع. أعيد، نعيم الآخرة دائم وغير منقطع. كذلك عندنا الصبر خلق كيف هو؟ جيد، إذن الصبر خلق حميد يتحلى به المؤمنون والمؤمنات. أقوم تعلماتي وأدعمها، قال الله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سورة التوبة الآيتان 21 و 22. إذن انطلاقا من هذه الآية سنجيب بنعم، أو انطلاقا من هاتين الآيتين سنجيب بنعم أو لا. معنى نعيم مقيم فقد ورد في الآيتين: وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إذن ما معنى نعيم مقيم؟ هل نعيم منقطع أو نعيم دائم أو نعيم قليل أو نعيم مؤقت؟ إذن حاولوا أن تجيبوا بنعم أو لا. إذن سنبدأ. إذن نعيم الجنة معناها نعيم منقطع، نعم أو لا؟ أحسنتم، إذن لا. كذلك نعيم دائم، هل هذه الإجابة سنجيب عنها بنعم أو لا؟ أحسنتم، إذن قلنا نعم. إذن نعيم مقيم معناها نعيم دائم، نعيم قليل لا، نعيم مؤقت كذلك لا. إذن المقصود بالنعيم المقيم نعيم دائم. أسمي الفئة التي يبشرها الله برحمته وأعد لها النعيم المقيم. إذن أعزائي، ما اسم الفئة التي بشرها الله برحمته وأعد لها النعيم المقيم أي الدائم؟ أحسنتم، إذن المؤمنون هم الذين بشرهم الله برحمته وأعد لهم النعيم المقيم الدائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. إذن أعزائي، عبروا بأسلوبكم عن معنى هذا الحديث. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر؟ نعم، إذن معنى هذا الحديث أن أفضل عطاء يمنحه الله للمسلم هو الصبر. هذه الخصلة الحميدة التي يتصف بها عباد الله المؤمنين، فالله يجزي الصابرين بالأجر الكثير. وقد ورد في القرآن الكريم مجموعة من الآيات التي تبشر الصابرين بالأجر الكبير وتثني عليهم. أتشبع بقيم الآيات وألتزم بتوجيهاتها، أعبر عن تخلقي بخلق الصبر. إذن كل تلميذ يحاول أن يعبر عن تخلقه بخلق الصبر، هذه الخصلة الحميدة التي يتصف بها المؤمنون الأخيار. كذلك أبادر وأؤثر في محيطي، نعم الولد.
أطيعوا أبي وأمي وأحترموا إخوتي وأخواتي وأتعامل بلطف مع أصدقائي وصديقاتي وأصبر على أذاهم. إذن هذا هو الولد المهذب الحسن، هو الذي يطيع أباه وأمه ويحترم إخوته وأخواته ويتعامل بلطف مع أصدقائه وصديقاته ويصبر على أذاهم. إذن ماذا نقول له؟ نقول له نعم الولد. إذن أعزائي حاولوا أن تحفظوا الآيات حفظا جيدا واستظهروها مرتلة على أحد أقربائكم. إذن حاولوا أن تحفظوا هذا الجزء أي الجزء الثاني حفظا جيدا واستظهروه على أحد أقربائكم. إذن أعزائي بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأشكركم على حسن المتابعة والإنصات، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.